معنا مشاهدينا الكرام عبر سكايب من الجليل الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني أليف صباغ. مرحبا بكم أستاذ أليف. أهلا وسهلا بك. إذن في اليوم 67 بعد 100 من العدوان الصهيوني المتواصل، يواصل إذن جيش الاحتلال استمراره في هذه المجازر والجرائم على المدنيين الفلسطينيين في غزة، ولا سيما الآن نشهد هذا العدوان على مجمع الشفاء الطبي مخلفا عشرات القتلى والجرحى من المدنيين الفلسطينيين. لماذا برأيكم، كيف تفسرون هذا الإصرار على هذا الاستهداف الممنهج للمدنيين ولا سيما في مجمع الشفاء الطبي؟ نعم، هذا إصرار إسرائيلي على ارتكاب المجازر في ظل صمت دولي وعربي وحتى تآمر عربي ينساق مع التوجه الغربي الأمريكي بشكل خاص للقضاء على كل مكونات الكيان الفلسطيني، على كل مقاومة فلسطينية لهذا الاحتلال. هذا الهدف الإسرائيلي يلقى مساعدة أمريكية وأوروبية رسمية، ويلقى مساعدة عربية على الأقل بالصمت، ومساعدة واضحة من قبل الدول التي تسمي أنفسها وسيطا للتفاوض، بدل أن تمارس الضغط على الطرف الأمريكي والإسرائيلي وتقف إلى جانب الحق الفلسطيني، فهي تمارس الضغط على القيادة الفلسطينية خدمة للمشروع الأمريكي والصهيوني في الشرق الأوسط وفي فلسطين بشكل خاص. لولا هذا الصمت العربي الذي فاق كل ما قامت به الأنظمة الرجعية العربية عام 48، فاقه هذا الصمت العربي أو التآمر العربي في الوقت الحاضر. لولا هذا الوضع العربي الرديء لما يعني فكرت إسرائيل أصلا في ارتكاب المجازر، في اقتحام أو في العدوان على قطاع غزة، وفي اقتحام المستشفيات والجامعات وكل شيء حي في فلسطين أو في قطاع غزة بشكل خاص. بالضبط، يعني أستاذ أليف، آلة الحرب الإسرائيلية التي أخفقت في تحقيق أهدافها من هذه الحرب وهذا العدوان، سواء بتصفية المقاومة وحتى استعادة المحتجزين في لدى المقاومة، وأحدثت كل هذا الدمار كما تفضلت لولا هذا الصمت العربي. وأيضا أين المجتمع الدولي كذلك متمثلا بهذه الدول الكبرى التي تدير مجلس الأمن والأمم المتحدة بلجان تدعي أنها لحماية حقوق الإنسان وما إلى ذلك؟ أين هذه الدول من إذا ما يحدث في فلسطين المحتلة وفي غزة تحديدا؟ أنا اسمح لي أقول إنه هذه الأهداف المعلنة مختلفة عن الأهداف الحقيقية التي ينفذها بنيامين نتنياهو وقوات الاحتلال. الأهداف المعلنة وضع حماس هي الهدف، وهذا أخذ تأييد رسمي من الدول الغربية وتأييد من عدد من الدول العربية أيضا. القضاء على حماس هو هدف مشترك لهذه الأنظمة ولإسرائيل وللولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية رسميا. إذن هذا هو العنوان الرسمي المعلن، ولكن حقيقة الأمر الهدف أو الأهداف هو القتل والتدمير والتشريد وعدم إبقاء مقومات الحياة في قطاع غزة من أجل إعادة بناء قطاع غزة كمستعمرة إسرائيلية دولية وليس ككيان فلسطيني أو جزء من الكيان الفلسطيني، من أجل استعباد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خدمة للمشاريع الصهيونية الدولية وخدمة الأنظمة العربية أيضا. الأنظمة العربية ترى بالمقاومة الفلسطينية هي آخر عائق، وهكذا ترى إسرائيل أيضا أمام التحالف العربي الإسرائيلي، لذلك يريدون القضاء على كل مقاومة فلسطينية، ليس فقط حماس، إنما حماس والجهاد والشعبية والديمقراطية، على كل فرد فلسطيني لديه الاستعداد لمقاومة الاحتلال يريدون القضاء عليه. لذلك يعني المسألة أكبر بكثير من الأهداف المعلنة.
يجب أن ننظر الأهداف غير المعلنة. وبالمناسبة أقول هذا بأسف شديد، لقد تحقق الكثير الكثير من الأهداف غير المعلنة، وما بقي لهم هو القضاء على ما تبقى من مقاومة في رفح وفي قطاع غزة بشكل عام. إذن نحن أمام مشروع دولي وليس فقط مشروع إسرائيلي، وكل ما نراه من محاولات يعني لتخفيف المشهد والتحدث عن منظمات إنسانية وعن أعمال إنسانية والاهتمام بالإنسان، كل هذا اسمح لي أقول كذب وهراء. المقياس هو في العمل وليس في التصريح. العمل هو مجازر، التصريحات دفاع عن حقوق الإنسان، ولكن في حقيقة الأمر لا أحد يدافع عن حقوق الإنسان الفلسطيني. يتحدثون عن وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع مشروط بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين يسمونهم الإسرائيليين ويسمونهم رهائن، ولا أحد يتحدث عن الرهائن الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية، لا أحد يتحدث عنهم. إذن هذه المنظمات الدولية هي منظمات وجدت للدفاع عن القوي وليس عن الضعيف للأسف الشديد. هل رأيت أو هل استمعت عن قضية واحدة لنصرة الضعيف في هذه المؤسسات؟ دائما كانت يعني لنصرة الضعيف إذا قوية، إذا قوي الضعيف يمكن أن تنصره هذه المنظمات، إذا لم يكن هناك من يدعمه وظهير له، هذه المنظمات لا تصغي إلا لمن يدفع المال لها ولوجودها، ومن يدفع هذا المال هو الدول الغربية والعربية الغنية وليس الشعوب الفقيرة التي تحتاج إلى هذه المنظمات. أيضا أستاذ أليف، استكمالا لما تفضلت به بشأن هذه الهدن أو الصفقات التي كما قلت هي تأتي لنصرة القوي ضد الضعيف، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين منذ أمس هو في المنطقة من أجل التوصل إلى يعني تأمين ولو إيقاف جزئي لإطلاق النار، وأيضا كما تفضلت هو يشترط أيضا إطلاق سراح المحتجزين من الجانب الصهيوني فقط. ما الجديد إذن الذي أتى به بلينكين حتى الآن؟ حقيقة لا جديد. كل مشاريع القرار التي قدمت إلى مجلس الأمن كانت تتحدث عن وقف إطلاق النار فوري. لماذا هو يقول الآن وقف إطلاق النار فوري؟ لأنه يشترط ذلك ب6 أسابيع وليس دائم. الأمر الثاني، كل المشاريع قالت الإفراج عن جميع الرهائن، جميع المحتجزين، المقصود فيها كان إسرائيليين وفلسطينيين. لماذا يتحدث هذا المشروع فقط عن الرهائن الإسرائيليين، يسميهم رهائن إسرائيليين وليس فقط يتحدث عنهم، يقول إنه وقت إطلاق النار مشروط بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، وحتى الدعم الإنساني مشروط أيضا بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين. إذن هذا مشروع قرار يعني مفخخ حقيقة الأمر، ملان شروط، ولكن في المقابل أين هي الدول العربية؟ لا نستطيع أن نطلب من روسيا ومن الصين ومن البرازيل ولا من أي دولة أخرى أن تتقدم بجهد أكبر مما تتقدم به الدول العربية. إذا كانت الدول العربية تحاول بكل وسائلها استرضاء أمريكا واسترضاء إسرائيل وعدم إزعاج أمريكا، فلماذا نطلب من دول أخرى أن تتحدى أمريكا؟ علينا أولا كفلسطينيين، ثانيا كعرب ومسلمين. وكل يعني أنا استمعت إلى هذه المرأة التي تنادي وتقول أين هم المسلمون؟ أنا سأقول لها لا تنادي يا أختي، لا حياة لمن تنادي، لا تنادي لا على العرب ولا على المسلمين، ماتوا العرب وماتوا المسلمين من زمان، ما ظلش فيه لا عرب ولا مسلمين أحياء، أصبحوا عبيد عند أمريكا وإسرائيل. يعني بحسب أيضا مصادر في المقاومة سيد أليف، أن حركة المقاومة الإسلامية حماس قدمت تصورا للمفاوضات يؤدي إلى يعني هدوء مستدام،
إلى أي مدى يمكن أن يتبنى وزير الخارجية الأمريكي الآن أنتوني بلينكين هذه المطالب ويعني يعمل بها بجدية برأيك؟ أمريكا لا تعمل بجدية. أمريكا يعني ضغطت على الوسيط المصري والوسيط القطري وآخرين أن يقنعوا حماس بالتنازل عن البند الأول الذي يقول بأنه أي صفقة يجب أن تتضمن مسبقاً في البند الأول وقف نهائي لإطلاق النار، أي وقف العدوان على قطاع غزة. ومن ثم يعني حماس يمكن أن تكون مرنة في الأمور الأخرى. ضغطت أجل تغيير هذا البند وتنازل حماس عن هذا البند، وكأنه يعني تنازل حماس سيعطيها كل الدعم. تنازلت حماس عن هذا البند ولم يعطيها أي دعم، لا أمريكي ولا أوروبي ولا عربي ولا شيء. رفضت إسرائيل، بل أكثر من ذلك، هذا الاسترضاء لإسرائيل وأمريكا بالتنازل عن هذا البند الأساس جعل هذا الإسرائيلي يعني يتعجرف أكثر، يستكبر أكثر، يتبجح أكثر بأن هي حماس قابلة للضغط، وأنه هذه الدول الوسيطة قادرة أن تضغط على حماس، فعليها أن تزيد من الضغط على حماس. هذا هو الواقع. منذ سنوات ونحن نتحدث عن أن سياسة الاسترضاء التي حصلت في أوروبا عشية الحرب العالمية الثانية لم تمنع هتلر من شن حرب عالمية. لذلك قلنا أن سياسة الاسترضاء لبنيامين نتنياهو لن تمنعه من شن حرب دموية مثل التي قائمة في الوقت الحاضر، ولكن لا حياة لمنتمادي، لا يسمعون إلا الصوت الأمريكي ولا يفهمون إلا اللغة الأمريكية، واللغة الأمريكية لغة القوة التي تصرف عليه. بخصوص اللغة الأمريكية والصوت الأمريكي وتحديدا بشأن العملية البرية في رفح، يعني بحسب وزارة الدفاع الأمريكية أستاذ أليف أن وزيرها أوستن وكذلك النظير الصهيوني طبعا يبحثان بحسب هذه المعلومات عن وسائل أو بدائل معينة لعملية برية قد تشن في رفح. هل يمكن برأيك أن تضغط أمريكا في هذا الجانب لإيقاف هذه العملية العسكرية؟ نعم، من حيث الأهداف أمريكا لا تختلف عن إسرائيل، ولكن تختلف معها بالأدوات. أمريكا تقول لإسرائيل إذا شنيتوا حرب على رفح سيكون هناك آلاف من الشهداء الفلسطينيين، ومن يضمن لكم ألا يتم عزلكم دولياً وألا يتم عزل أمريكا دولياً وألا يتم هناك يعني تهديد للأنظمة العربية الموالية لأمريكا؟ لا أحد يضمن، ربما تحدث هناك أمور لا يستطيع أحد أن يتحملها فيفرض علينا قرار في مجلس الأمن لا نريده. هذا ما تقوله أمريكا. لذلك أمريكا تبحث عن حلول بديلة. من هذه الحلول البديلة هو خلق ممر إضافي إلى جانب معبر فيلادلفيا أو محور فيلادلفيا، خلق ممر إضافي تكون سيطرة فيه للإسرائيلي. يعني هناك محور فيلادلفيا، القوات المصرية على الجهة المصرية من محور فيلادلفيا، وفي الوسط ستكون قوات إسرائيلية تربط بين النقب وبين رفح. إذن قوات إسرائيلية هي التي ستفصل بين غزة ومصر. هذا لم يكن منذ عام 2008 لغاية اليوم، لأن هذه المنطقة سلمت المصريين على أن يقوموا الوكيل الأمني لإسرائيل. إسرائيل اليوم تقول أن مصر لا تقوم بواجباتها حسب الاتفاق، وذلك نحن نريد العودة إلى محور فيلادلفيا ومعبر رفح. لا يكفي الإسرائيليين أن يراقبوا الأمر إلكترونياً، يريدون أن يكونوا فعلاً، وهذا يعني محاصرة قطاع غزة من كافة الجهات، محاصرة يعني تحويل قطاع غزة إلى معتقل، إلى معسكر اعتقال كبير. هذا هو الهدف الرئيس برأيك؟ لا طعام، لا ماء، لا دواء، لا كهرباء، لا شيء، حتى يمكن لا أكسجين إلا بالإذن الإسرائيلي. هذا ما تريده إسرائيل، وهذا قد يدفع الفلسطينيين إن لم يدفعهم إلى سيناء ربما يدفعهم إلى البحر إذا ما توفرت السفن. وبريطانيا كما حصل عام 48، بريطانيا واليونان وفرت السفن للفلسطينيين،
هكذا يمكن أن توفر السفن للفلسطينيين عندما يتم محاصرتهم من كافة الجهات وإبقاء فقط الميناء وسيلة للخروج، سيخرجون من الميناء خوفاً على حياة أطفالهم. إذن هذا هو الهدف الرئيس كما يبدو وأوضحته. شكراً جزيلاً لك أليف الصباغ الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني.